الثبات الثبات ضد حكم المافيات ضد حكم المافيات احنا رفضنا لمؤتمر الاستثمار مش نابع من رؤية ثورجية ولا من فراغ رفضنا ليه نابع من قناعة أنه المنوال الاقتصادي والاجتماعي في تونس في حاجة لمراجعة جذرية وأننا دوما سند للمؤسسات لتحقيق النجاعة والجدوى طالما كان هناك احترام للقوانين وللمعايير الدولية للعمل اللائق مسيرات المفروز الأمنية تم منعهم فما تحركات احتجاجية أخرى تم منح التضييق عليها مؤتمر الاستعمار قديش لمدنا